توماس شرانس، نجم طبعا بايرن ميونخ السابق ومنتخب المانيا والمدير الرياضي السابق لنادي فولفسبورج، هو ضيفنا في السادسه النهارده. فيديو كونفرنس طبعا هيكون معانا على الهواء. بدايه بشكرك على مشاركتك واهلا وسهلا بيك، بشكرك طبعا على وجودك معانا في السادسه. ازيك يعني؟ بكل سرور، شكرا جزيلا. يمكن مش عارف هي يعني صدفة جميلة انه يكون معايا اتنين من نجوم نهائي دوري الابطال اللي جمع بين بايرن ميونخ وبين مانشستر يونايتد في خلال فترة قصيرة، اعتقد اسبوع. كان ضيفي هنا في نفس مكانك فيديو كونفرنس مع دوايت يورك طبعا نجم المان يونايتد، واللي انت يمكن شاركته او واجهته في نهائي دوري الابطال، النسخة اللي ظهرت طبعا او اللي خسرها بايرن ميونخ في اللحظات الأخيرة بنتيجة 2-1. أنا أتذكر هذه المواجهة وهذه المقابلة، فعلا كانت مباراة مثيرة جدا. أصعب بكتير جدا أنك أنت تخسر مباراة بحجم نهائي دوري الأبطال وفي الثواني الأخيرة من أنك أنت تخرج مبكرا من البطولة. Das Finale Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Ich habe gerade akustisch das nicht so richtig verstanden. أنا أتذكر مباراة النهائي بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، ولكن عن المباراة السابقة في هذا التاريخ يعني ممكن حضرتك تسأل السؤال مرة أخرى. طيب خلينا يعني نعدي نسخة دوري الأبطال مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، وخلينا أسألك الأول تقييمك للموسم ده لبايرن ميونخ. موسم كان يمكن على مستوى الإنجازات أو البطولات موسم أعتقد غير مرضي لجماهير بايرن ميونخ، يمكن أكبر الفرق الألمانية، واحد من أكبر الفرق الأوروبية. إزاي بتشوف الموسم ده وبتشوف مين المسؤول عن المستوى اللي ظهر بيه البايرن؟ ثالث دوري، الخروج من بطولة الشامبيونز ليج، رحيل توماس توخيل، مين يتحمل المسؤولية من وجهة نظرك؟ نعم، هذا الموسم كان سيء جدا جدا لبايرن ميونخ. حتى في كأس ألمانيا فعلا خرج الفريق البافاري من كأس ألمانيا وأيضا من تشامبيونز ليج أوروبا. فعلا أنا أعتقد أن هذا الإخفاق لفريق الفريق البافاري يمثل لنا أزمة، وبالكل تأكيد نراه إخفاق كبير ويؤثر بشكل كبير على الكرة الألمانية بشكل عام من وجهة نظري، وله دور كبير جدا في تطور الكرة أو إخفاق كرة القدم في ألمانيا عندما يخفق الفريق البافاري في أي مسابقة. مين يتحمل مسؤولية الإخفاق من وجهة نظرك؟ هل رحيل توماس توخيل ممكن يعيد بايرن ميونخ المسار الصحيح، ولا فريق البايرن أو سكواد البايرن في حاجة لتجديد دماء؟ أعتقد أن هناك أشياء عديدة وأسباب كثيرة. عندما يصل الفريق البافاري في هذا الموسم للترتيب الثالث في الدوري العام البوندسليغا، أنا أعتقد ليس هناك من وجهة نظري توافق وهارموني ما بين توماس توخيل واللاعبين وبين الإدارة أيضا. هناك شيء ما يحدث في الخلفية تؤثر بشكل عام على الأداء وتؤثر بشكل عام على غرفة الملابس أو غرفة اللبس، أوضة اللبس. وأرى من وجهة نظري أن توماس توخيل لا يمتلك أو ليس لديه الأدوات التي تساعده في خلق أجواء تمكن اللاعبين من التنافسية أو وجود الكيمياء ما بينهم، وللأسف هذا هو عامل أساسي من وجهة نظري أثر بشكل كبير جدا على الإخفاق الذي رأيناه للفريق البافاري هذا العام. الاتفاق اللي تم ما بين إدارة بايرن ميونخ وما بين توماس توخيل على رحيله في نهاية الموسم والإعلان عنه مبكرا، والفريق كان بيمتلك في التوقيت ده حظوظه في المنافسة على لقب دوري الأبطال، هل تعتقد أنه أضر بالفريق أو أنه قرار توقيت الإعلان عنه في حد ذاته خطأ وأثر على مشوار الفريق في بطولة أوروبا؟ Ich hab die Frage akustisch wirklich schlecht verstanden. Ich habe irgendwas von Uli Hoeneß gehört. Thomas Tuchel ist aus meiner Sicht in München nie richtig angekommen. Und hat من وجهة نظري أن
أن أولي هانس وهو واحد من الأساطير والمسؤولين في الإدارة في إدارة الفريق البافاري وإدارة النادي هو لعب دور كبير جدا في إحضار توماس توخيل للفريق ولتولي المهمة خلفا لناجلسمان وأنا أعتقد أن هذا القرار كان له دور كبير لأن فعلا كما ذكرت أن ناجلسمان ظهر بشكل رائع جدا وفي منتصف السيزون أو في بداية السيزون بعد نتائج هائلة تم طبعا الاستغناء عنه.